والهدف الأول للعراق. أكرم أحمد سلمان وكلام مع رحيم. وشوف شوف 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 الرسمة بشكل جميل حلو يا مهدي كريم البديل الناجح. وحلو من رحمة حلو من رحمة صلح مهدي. وانتظار جميل ومن بين قدمي الحارس رمزي صالح عن طريق سفاح الكرة القطرية يونس محمود. وحلوة للعراق وحلوة لأسود الرافدين الهدف الأول، وإحنا طماعين بالثاني كي نطمئن أكثر. ملعوب الكرة.